نتحدث إليكم الآن لننقل لكم لأول مرة في التاريخ أذان العشاء منطلقا من هذه الرحاب المطهرة من هذا المسجد الشريف الذي يشد له المسلمون الرحال من زوايا الأرض المختلفة ليحظوا بأداء الصلاة فيه. والآن أيها السادة تسمعون أذان العشاء من هذا المسجد الكريم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر. ونتطلع إلى يوم قريب بإذن الله ينطلق فيه صوت طيبة كل صباح ومساء باعثا الهدى مذكرا بالخير والحق والجمال.